هذه هي النتيجه اللي تجيبوني هذه السنه مع يحيى مزاحم. وعلى ذكر البراني شوفوا هذا المشهد لمصطفى العريبي فيه ينهار بالبكاء مصطفى. ثم نعود للحديث عن هذا المشهد من مسلسل البراني حلقه الامس على ما اظن. الشيء اللي عشتو ماشي سهل يا وليدي، الجبال ما تحملهمش. من داك لازم الواحد يخرج واش كاين في قلبه. راني هنا، راني هنا كيسحقني، على بالي ما تحبش تبان ضعيف، بصح راني هنا ماشي شغل واحد اخر براني. مانيش عارف يا بابا، قال لي لازم نكرهم ولا لازم نحبو. وقيل غلط، وقيل غلط. انت واش دخلك؟ هذا مكتوب ربي يا وليدي. اسمع عمر، ها واش تقول نديرو تشكتشوكه فوق الطابونه؟ ها نتفكروا اليامات الملاح. ها هاي هاي وانا نفكس البيض. هيا هاي مصطفى العريبي في هذا المشهد. انا خيرت ثلاث امور. اولا باش نزيدوا ناكدوا على مزاحم الاضاءه اللي في هذا المشهد، حتى المشاهد العين نتاعو يعني تولفت على الديكورات المظلمه، ما ولتش تزعج العين، ولينا نشوفوها بشكل عادي، بالرغم من انه في البدايه بالك نقولوا علاش مظلمين، علاش كذا، علاش كذا. بالعكس مزاح مع تقدم الحلقات يخلينا نقتنع بهذا الشكل الذي اختاره كاضاءه للديكور تاعو. ثانيا كاين تفسير للعنوان تاع المسلسل البراني، وهذه ثاني مره يذكر فيها البراني بعدما ذكر في المره الاولى. كان حوار تاع مصطفى العريبي مع اخو سيد احمد اللي هو خالد بن عيسى، قال له احنا دائما نبقوا براويه، يعني احنا ولاد الشعب ويتعاملوا معنا على اساس براني، ولكن اليوم نعرفوا باللي البراني تحديدا يستعمل مع مصطفى العريبي، مع عمار في الشخصيه هذه، لما قال له بوعلم بناني الفنان الكبير على اساس انه عمرك ما تبقى براني. وقال له حاجه ثالثه، قال له الشيء اللي عشته الجبال ما ترفدوش وماشي سهل، وخلانا المخرج بلا ما يدخل في التفاصيل ورى الصورة، ورانا الصورة في نهاية المشهد، يعني على أساس أنه الشيء هذا المرتبط بالعذابات التي عاشها عمر مرتبط بتاريخ مع عائلة، كما كنا نقولوا العائلات دائما هنا في المسلسلات ولا في الدراما تاع هذه السنة تحضر بقوة، سواء عن طريق الأم عن طريق الأب. فمشهد مليح مصطفى العريبي يضاف الى سلسله مشاهد قويه نشاهدها في البراني هذه السنه. وقد لاحظت كي كان يبكي عمر هنا، يا كان يبكي كالطفل الصغير، يخشى يبكي هكذا. أيوة. باش ما يشوفوش الاب تاعو، شوف الطريقه تاعو، يخجل من الدموع، يخجل من الدموع لانه تعذب عندما كان صغير، ويبدو بحسب ما فهمت ان عمر هو يعني رباه السيد خضر، ماهوش اخي مثلا، لانه هو يقول لها انت ماشي من العائله، مش من العائله، ولكن شوف يتعامل معك اب حقيقي، يعني طريقه الكلام تاعو كيف خرجوا عم تخرجوا من الحزن تاعو عم تردوا لي، يعني ابوه، يعني شعور ابوه قوي جدا. صح صح. تنقلت في الحلقه الاولى هذه. بعد اذنك هذا اللقطه، يعني من الامور الايجابيه اللي مطلوب من المشاهد انه يستشفها من هذه الاعمال، كل الاعمال اللي تعرض في كل القنوات، انه حتى الناس اللي دخلت لعالم الاجرام
عندها تاريخ. المخرجين رامي مدونا تلميحات أنهم جاءوا من عائلات والظروف هي اللي تقدر تغير الإنسان. طبعا الظروف ليست إطلاقا مبرر لدخول عالم الإجرام، لكن رانا نشوفوا أنه كما نقولوا إحنا بالعامية يا حليل، بالإضافة إلى عمل المخرج والأداء الرائع لمصطفى العريبي، ما لازمش نسوا الأداء الرائع أيضا للفنان القدير أبو علام بناني اللي أدى دور جميل جدا في مسلسل براني ومثل الملايين تاع الاباء بالجزائر. تحيه كبيره لها، لانه صعب ابو علام بناني كان قادر يبان في شخصيه الواعد الناصح، بصح هو عرف كيفاش يقدمها بطريقته. انا ما قدرتش ننساه في عمر قتلته هذاك احسن ادواره في حياته، ميم مرزق علواش اول دور كبير بالعمر الى 150 سنه، ما نقدرش ننساه في عمر قتلته. صح امبرسيونون.